آسف على اللي حصل يا سيدي، إنما السمع، السمع مسموح واللمس ممنوع. معك حق. تبيعها يا غجري؟ مستعد أشتريها. الغجري حياته متعلقة بحريته. يلا بينا. استنى لما نشرب. عايزك تعرفي لي الغجر دول منين؟ منين جبتيها؟ من هناك. عايز اعرف كل حاجة عنهم. يلا يا حلوة وريني شطارتك. اتفضلي. حاضر. يلا. يا واد يا جميل. انت يا واد يا جميل. انا جميل؟ ايوه. تعال. حضرتك عمشة؟ تعال. تعال. شفتوا بقى الخاين عبده راح لخيمة الغزية. بصي يا عزيزة، في مؤامرة ضدنا. قصدك تقولي ضدي؟ جعفر ابتدى يشك فينا، وعبده هو الطعم اللي عاوز يصطادنا بيه. تعالى. أنا ابتديت أخاف على عبده، يا ترى جراله إيه؟ لا تخافي، أنيسة هادي امرأة لعينة، تعلم عبده دروس تنفعك أنت في المستقبل. شش، اسكتوا أنتوا، ولا حركة. الظاهر الجماعة اللي برا ابتدوا يناموا. قولي بقى. ها؟ لا يمكن أقولك لو شنقوني بإن البنت الغجرية دي تبقى سمارة بنت الشيخ. تعجبني عشان بتحافظ على الأسرار. معلوم، ده أنا لو قطعوني حتت لا يمكن أقول إنه الشاب اللي معانا يبقى الفارس المغوار كريم خان. ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكوا ده؟ نكرنا كلنا. يلا البس علشان نروح قلعه الملذات. يلا بسرعه، مفيش عندنا وقت. طب انتوا كلكم لابسين هندي، لكن انا هلبس ايه؟ حظك ونصيبك، اذا لقيت حاجه تلبسها تلحقنا، والا هتفضل هنا. نعم. ايه ايه بسم الله عليك. اوعى كده، بتقولي الهدوم ورا الشجره؟ اوعي. لا لا لا، اوعي يا بنت. ايه وبعدين بقى؟